السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من 1,000,000 الى 20,000,000، الرافدين يعلن منح الوجبة الاولى من قروض مبادرة ريادة. اعلن مصرف الرافدين منح الوجبة الاولى من قروض مبادرة ريادة، وذكر في بيان تم منح الوجبة الاولى من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1,000,000 ولغاية 20,000,000 دينار، يتدرج بواقع 1,000,000 دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل. واضاف حيث تم رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر بطاقة الكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة الذين قدموا عليه من خلال تطبيق مصرف الرافدين، وأكد أن عملية التقديم والمنح الإلكترونية ومن دون وسيط يذكر. نقابة الصحفيين تدعو لملء استمارات المكافآت التشجيعية المنحة لعام 2024. دعت نقابة الصحفيين العراقيين إلى ملء استمارات المكافآت التشجيعية المنحة لعام 2024. ذكرت النقابة أنها أطلقت الاستمارة للمكافأة التشجيعية المنحة لعام 2024، داعي الصحفيين إلى مراجعة النقابة بدءا من يوم 15 نيسان، مستصعبين معهم نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة 2024-2025 وحسب جدول الحروف الأبجدية في أدناه: الاثنين أليف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، الثلاثاء دال ذال راء زاي سين شين صاد، الأربعاء ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف، الخميس كاف لام ميم نون هاء واو ياء. وأضاف أن فروع النقابة ستقوم باستلام طلبات الزملاء كلا في محافظته. إعمار والإسكان تحدد سعر المتر الواحد في مدينة الجواهر السكنية. حددت وزارة الإعمار والإسكان إنجاز أكثر من 20 تصميم أساسي للمدن السكنية مستدامة، فيما كشفت عن المرحلة الثانية من خطتها الخاصة بالمدن السكنية. أشارت إلى أن سعر المتر الواحد في مدينة الجواهر سيكون ب 900,000 دينار. قال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح للإعلام الرسمي أن وزارة الإعمار والإسكان وتنفيذا للبرنامج الحكومي بشأن دعم وتطوير القطاع الإسكان في العراق أنجز بحدود أكثر من 20 تصميم أساسي لمدن سكنية مستدامة في عدد من المحافظات، مبينا أن عدد من المعايير أخذت بنظر الاعتبار، أهمها المعيار الاجتماعي والمعيار الاقتصادي لهذه المحافظات، إضافة إلى الفجوة السكنية ومدى الاحتياج لعدد الوحدات السكنية في المحافظات. وأضاف انطلقنا بالجيل الأول من هذه المدن الجديدة ووضعنا حجر الأساس في المدينة الأولى وهي مدينة الجواهري في منطقة أبو غريب بواقع 30,000 وحدة و10,000 قطعة أرض مخدومة، كما وضعنا حجر الأساس في مدينة الغزاني في محافظة نينوى بواقع 28,000 وحدة سكنية، وتم توقيع عقد مدينة علي الوردي في منطقة حي الوحدة بواقع 20,000 وحدة سكنية، فضلا عن إحالة مدينة ضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة ومدينة الجنائن في محافظة بابل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 52 مدينة سكنية مستدامة موزعة على عموم محافظات الوسط وجنوب البلاد. بين أن المرحلة الثانية من المدن السكنية الجديدة تتضمن نحو 10 مدن موزعة على عدد من المحافظات، لافتا إلى أن الحاجة السكنية باتت تؤرق المواطن العراقي وهنالك نقص في الوحدات السكنية بأكثر من 3,000,000 وحدة. بين أن هذه المدن ستسد النقص في الوحدات السكنية، فإذا أنجزت مدينة الجواهري بحدود 40,000 وحدة سكنية و 120,000 وحدة سكنية في مدينة علي الوردي وأكثر من 4,000 دونم بواقع 90,000 وحدة سكنية في مدينة الصدر الجديدة، وتكون هناك حوالي 200,000 وحدة سكنية في بغداد فقط، موضحا أن العمل بالمدن السكنية الجديدة يحتاج إلى مراحل وتخطيط قريب المدى ومتوسط وبعيد المدى. وذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع حجر الأساس مدينة الجواهري سقف زمني بحدود 3 سنوات لإنجاز المدينة بالكامل، وسلم وفق مراحل ووجبات، لافتا إلى أن مدينة علي الوردي من جانبها تحتاج من 6 إلى 7 سنوات لإنجازها بالكامل، كونها نتحدث عن 120,000 وحدة سكنية. وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة من خلال هذه المدن هي أفضل ما يمكن لغرض معالجة السكن الحالي ضمن الإمكانات والموارد الاقتصادية المتاحة. مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين. أعلن مصرف الرافدين إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين. ذكر بيان للرافدين أن المصرف أطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الدفاع والداخلية والمتقاعدين حاملي بطاقة الإلكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الإلكتروني. أكد المصرف أن التقديم على السلفة يكون مفتوح ومتاح للمشمولين أثناء الدوام الرسمي، ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها، ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي إليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرسال رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد أن استكمل كافة الإجراءات وصرفها إلكترونيا. صرف 100,000 دينار عيدية لموظفي هذه الجامعة. تقرر صرف مكافأة مالية قدرها 100,000 دينار لا غيرها لموظفي رئاسة جامعة البصرة والمراكز التابعة لها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، على أن تصرف من حساب صندوق
التعليم العالي. البنك المركزي يؤكد شمول 4 فئات بالقروض. أكد البنك المركزي على أن حجم مبادراته للمواطنين وصل إلى 13 تريليون دينار، فيما أشار إلى أن قروض الإسكان مستمرة إشارة إلى وجود طلب مستمر عليها، لافتا إلى شمول 4 فئات. قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف إن المصرف العقاري يقوم حاليا بإحصاء وترتيب القروض السابقة ومراجعتها، ومن ثم سيقوم بفتح رابط التقديم مجددا، مبينا أن مبادرة البنك المركزي الإقراضية موجودة بوجود التمويل الإضافي. أضاف أن قيمة المبادرة كحد أعلى تصل إلى 150 مليون دينار، موضحا أن المبادرة تشمل 4 فئات هم الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين، وأشار إلى أن كثير من المواطنين استفادوا من مبادرات البنك الإقراضية وهنالك طلب مستمر على القروض. لفت إلى أن البنك المركزي لم يوقف قروض الإسكان، لكن بحسب السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ العام الماضي، فإن إجمالي الأموال المخصصة لهذا النوع من القروض تم تحديدها بمبالغ أقل مما كان في السابق، حيث أن القروض موجودة ولكن الأموال التي خصصت للمصرف العقاري كانت مفتوحة لحد ما يكفي من السابق. كذا أن قطاع الإسكان هو من قاد المبادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعي بسبب وجود نقص في الوحدات السكنية في البلاد، أضاف إلى نتيجة لتوفير الدعم وبسعر فائدة 5% فقط مدة 20 سنة لقرض يصل إلى 150 مليون دينار، حيث أن المواطن قادر على شراء عقار بهكذا نوع من القروض وربما أكثر. إعمار تقرر تمديد مدة استكمال إجراءات تسجيل قطع الأراضي للشرائح المشمولة. قررت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تمديد مدة استكمال إجراءات تسجيل قطع الأراضي للشرائح المشمولة، وأعلن وزير الإعمار رئيس المجلس الوطني للإسكان إنكيري كاني في بيان تمديد مدة استكمال إجراءات تسجيل قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص حتى 18 تموز المقبل. المصرف الزراعي يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية. أعلن المصرف الزراعي التعاوني إطلاق السلف الإلكترونية للمواطنين رواتبهم من الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والذين قدموا عليها عن طريق تطبيق مصرف الزراعة التعاوني الإلكتروني. ذكر قسم الدفع الإلكتروني لوحدة الإعلام والاتصال في المصرف أن التقديم للسلفة يكون مفتوح للمشمولين أثناء الدوام الرسمي ويتم قبول الطلبات للمتقدمين. أضاف أن الطلبات يتم فرزها والاستعلام عن طالب القرض ومن ثم إدراجها في حاسبة الدفع، ويتم إبلاغ الزبون عليها عن طريق إرسال رسالة نصية تقترح بمنحه السلفة بعد استكمال كافة الإجراءات وصرفها إلكترونيا. المالية تعلن طرح إصدار جديد من سندات إنجاز. أعلنت وزارة المالية عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام، وذكرت الوزارة في بيان أن دائرة الدين العام في وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي أعلنت عن طرح إصدار جديد السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز، مبينا أن نوع السندات سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي، وأضاف أن تاريخ الاكتتاب المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 أيار 2024، مشيرا إلى أن الفئات المطروحة هي سنة فئة 500,000 دينار أجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل 6 أشهر، وسنة فئة 1,000,000 دينار لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل 6 أشهر. عن طريق الاكتتاب أوضحت الوزارة أنه تقدم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المجازة من قبل البنك المركزي مرفقة بالمستندات التعريفية الأصلية، وبعد ذلك يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عن طريق نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس اليوم للشراء، والمقابل سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند. بعد فترة لا تتجاوز الأسبوع يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لتسلم السند. قالت الوزارة وفقا للبيان جميع المواطنين والمستثمرين والشركات المشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة إلى أن السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ولفتت إلى أن مميزات الاكتتاب في السندات الحكومية عائد مضمون تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه. استثمار آمن، تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أمانا حيث يتمتع المستثمرون بضمانة حكومية مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. تسهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد. ليمات القروض لمصرف الرافدين. آلية التقديم. التقديم حصرا عن طريق تطبيق خدمات كي، ويتم فتح وغلق التقديم يوميا من قبل مصرف الرافدين. في حال تجاوز التقديم المبلغ المحدد من قبل المصرف يوميا يتم ظهور مسج للزبون تم تجاوز الحد الأقصى للقروض لهذا اليوم، أي بإمكان معاودة التقديم اليوم الذي بعده. الفئات المشمولة. تم شمول الموظفين والمتقاعدين المواطنين لدى مصرف الرافدين والحاملين لبطاقة ماستر كارد حسب الشروط التي سيتم ذكرها. مبلغ القرض من 5 إلى 10 مليون يكون الشمول حسب راتب الموظف والمتقاعد على أن لا يتجاوز القسط 50% من قيمة الراتب. التسديد يكون من خلال 5 سنوات أي 60 شهر. يتم رفع السلفة إلى الزبون بعد إجراء التدقيق للبيانات قبل المصرف، ويتم إعلامه عن طريق إرسال مسجات لهم إعلامهم عن منح السلفة. عند منح السلفة للزبون يتم استقطاع العمولة الإدارية
تستقطع مقدمة عن دفع المبلغ. عند التقديم على السلفة لا يمكن إلغاء السلفة بعد التقديم حسب تعليمات المصرف. لا يمكن التقديم للموظفين المتقاعدين المستلفين مسبقا سواء قروض إلكترونية أو قروض يدوية تابعة إلى المصرف الرافدين، أي لا توجد قروض تكميلية. الفائدة السنوية 8% سنوية تناقصية تم احتسابها من قبل المصرف وتثبيت القسط الشهري. شروط شمول المتقاعدين بالسلف: حامل لبطاقة ماستر كارد وكوباج، أصيل الوكيل غير مشمول، الوريث غير مشمول، العمر أكبر من 73 غير مشمول، المستلف مسبقا يدوي أم إلكتروني يمكن التقديم حاليا حسب تعليمات مصرف الرافدين. يتم اعتماد احتساب الراتب للزبون حسب 3 رواتب الأخير. يتم تطبيق معادلة من قبل نظام لغرض تحديد السقف المشمول به الزبون. شروط شمول الموظفين بالسلف: مواطن على مصرف الرافدين ولديه بطاقة ماستر كارد أو كوباج على الملاك الدائم في حال تدقيق الموظف كونه مشمول من عدمه وظهور غير مشمول بسبب كونه عقد أو أجر يومي، وهو ذلك يرجى توجيهه إلى مراجعة الإدارة العامة لمصرف الرافدين. يتم اعتماد احتساب الراتب للزبون حسب 3 رواتب الأخيرة. يتم تطبيق معادلة من قبل النظام لغرض تحديد السقف المشمول به الزبون. يجب أن تكون لديه 3 رواتب الفرق بينها قليل. المستلف مسبقا يدوي أم إلكتروني لا يمكن التقديم حاليا حسب تعليمات المصرف. في حال ظهور الموظف غير مشمول عليه مراجعة دائرته لغرض إرسال البيانات إلى مصرف الرافدين لشموله بالسلف.